شايل من يوم ليوم. انا عايز اقول لكم ان الفرق دي نزلت وهيبتدوا يكفوا التفرج مع بعض. بيشاور لك عادي عشان ينتهمك بيجر رجلك. شوف تلات يعني غريبة. شوف دي مثلا هتعمل معاها ايه ولا ده الراجل اللي كان في البتاع ولا الراجل العنكبوت اللي نازل بنفسه وشاف حاطط ماسك عشان البتاع ولا الست الشجرة الخضراء اللي جاية علينا دي هي لابسة ولا شجرة ولا متنكرة ولا متنكر انت ولا ايه ظروفك يعني. ايه ده الناس عاديين زينا في ناس زينا اهو يا جماعه في النص كده بس ايه ما يعني ما مش كتير اللي يعني زينا هينطردوا على فكره اهو بص تلاقي اللي طالع له شجره واللي طالع له بتاع غريبه جدا جدا اهو الراجل البنفسجي وناس معاها سيوف وناس معاها اهو البتاع اللي بتنور والست والراجل اللي عنده ريش في دماغه يعني ده بس الحمد لله ده متعرف ولا ده ولا ده سيارة ولا ده فالفرقة دي كان لازم تنزل ولا ده أصلا الفرقة دي كان لازم تنزل عشان اللي هو شوف حتى فرقة كاملة دول اللي هم بقى بيبعتوا فرق استطلاع أنا يسطو بقى الحرب اللي جاية دي مش هنعرف نعمل فيها ايه غريبة جدا جدا وما تفهمش برضه يكون واد صغير وينط النطة يجيبك من قفاه. انت ماشي تلاقي راجل معاه كده وبتاع.